أزو في اللون، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز. إليكم أبرز ما حصل هذا الأسبوع. الفانز متحيرون ومصدومون بعد أن شهدت كيندل جينر في عيد ميلاد أحد أصدقاء اليوتيوبر ديفيد دوبريك لأنه انفصل مؤخرا عن حبيبته لايزا كوشي، واستنتج الفانز أنهما ربما يتواعدان أو أن بينهما علاقة. لمن لا يعرف تفاصيل انفصال اليوتيوبرز لايزا وديفيد، سنترك لكم الرابط في أول تعليق. يبدو أن أريانا غراندي تعد فيديو مصور لأغنية Thank You Next، ويبدو أنها ستتطرق فيه إلى علاقاتها السابقة عن طريق استعمال بعض مشاهد الأفلام التي تتحدث عن قوة المرأة وانتصار الفتاة الطيبة على الفتيات الأشرار. فقد نشرت عدة صور لها مع أحدى ممثلات لجالي بلون ولقطة لنفس الكلب اللطيف في الفيلم وبعض الاقتباسات من فيلم Mean Girls وغيرها. هل شاهدتم هذه الأفلام؟ والفانز لا يستطيعون الانتظار. يذكر أن بريدين وGod is a Woman قد حصلت على توب 5 في البوب راديو، كما أن Thank You Next تجاوزت 100 مليون استماع على سبوتيفاي في 10 أيام فقط، وقد أكدت بنفسها أنها أسرع أغنية في التاريخ تحصل على هذا الكم في مدة قصيرة. انتشرت شائعات مؤخراً حول أن زواج جاستن بيبر وهايلي بولدوين لم ينجح ويستعدان للطلاق، لكن هذه مجرد إشاعات ما لم تتأكد. تعرفون استنتاجات رواد الإنترنت، خصوصاً عشاق جيلينا الذين لم يتمكنوا من تصديق زواجه. يذكر أن جاستن أكد الزواج في حسابه على إنستغرام، كما أن هايلي غيرت اسمها من بولدوين إلى بيبر وبدأ فعلاً في مناقشة إنشاء عائلة وإنجاب أطفال والاستقرار في كندا في المنزل الفخم الذي اشتراه لها، إضافة إلى أنهما يتغزلان ببعضهما دائماً في التعليقات ولا يفترقان لحظة واحدة. ما رأيكم أنتم؟ شكراً لكم على المتابعة، وواصلوا في دعمنا أكثر وأكثر، نحبكم وسنظل نحبكم.